السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ بكلمكم النهارده من مجمع الشامل، هصور لكم قسم الملابس. في حاجات هنا رائعه بجد. ما تنسوش الاشتراك واللايك قبل اي حاجه، وتدعموني في القناه، ويلا بينا نتفرج مع بعض. انا عايز اقول لكم ان الحاجات دي خامتها حلوه مش رديئه، مش عشان هي ب5 ريال تبقى رديئه، انا جربت منها وهي خامتها حلوه وكويسه جدا. طبعا البلوزات دي تنفع خروج. طبعا الكاشات احلى حاجة في الصيف. طبعا كل ده ب5.75 ريال شامل الضريبة.
ده ممكن تستخدميه كقماش نوم حلو جدا، هو قماشته في زون اللي هي القماشة الناعمة قوي دي. ده كرسي مشد يعني، احلى حاجه في المجمع الشامل ان هو بيوفر جميع المقاسات، وخصوصا الحليب بيوفر المقاسات الكبيره كلها في الهدوم الداخليه والهدوم اللي هي البيت والخروج. طبعا ده طقم على بعضه. العرس اللي بيتجهز في مصر الحاجات دي بتبقى غاليه جدا هناك، يعني الطقم ده ممكن مثلا يتباع هناك ب 100 جنيه او كده، هنا الطقم عامل 5 جنيه يعني 20 جنيه. البرهات دي كلها حلوة جدا اللي هي الجبير، الناس اللي بتحبش الحاجات المبطلة خامتها قطن وطرية، لو انت حابة تلبسيها في البيت برضو. دي كلها جبونات تتلبس تحت العبايات او الجيب والدريسات برضو. دي القمشة، في ستان، في شيفون، في المشجر، وفي برضو اللي هو الجبير. ده جبير الحمص، ده جبير حلو قوي، ينفع تعملي منه فستان وينفع تعملي منه ستاير، دي كلها استريتشات. يعني انت بتجيبي الاستريتش ب5 ريال وتجيبي بادي ب5 ريال، بادي قطن قطن ب5 ريال، يبقى عندك بيجاما في الصيف شيك جدا ب10 ريال. اسعار حلوه جدا، تقدر تشتري كل اللي انت عايزاه من المجمع الشامل على قد فلوسك. البناطيل خامتها حلوه وتقيله يا بنات، مش خفيفه، الجبردين والجينز والوان حلوه قوي. البناطيل الصغيره دي كلها طرح. ودي نقابات خامتها حلوة، اصدار سنة كامل، خمار طويل بالجيبة بتاعته، جيرسي طري ما بيحررش، في منه لونين الابيض والاسود، رخيص جدا جدا. الفساتين الاطفال رقيقه جدا، فستان اطفالي ب5 ريال، يعني تقدر ان انت تجيبي مثلا فستان لبنتك تحضر فيه مناسبه ب5 ريال، كلها رقيقه وتحفه.
هدوم الشبابي أذواق مختلفة. فضل البولو الرجالي كلها قطن صافي. طقم داخلة على بعضه فانيلا وبوكسر او فانيلا واندر لبنتك ب5 ريال، والبوكسرين مع بعض او الفانيلتين مع بعض ب5 ريال، يعني قطعتين ب5 ريال. ده اللي هو الاطفالي. بالنسبة للشبابي القطعة الواحدة ب5 ريال. الشرابات طويل وقصير وانكل زي ما انتوا شايفين. التلاتة مع بعض ب5 ريال، والشرابات الطويلة الواحد ب5 ريال. بناطيل جينز وجبردين الواحد ب5 ريال، انا جايباه من متاجر التوفير ب12 ريال، هو بالظبط لقيته هنا ب5.75. حلوة جدا والخامة عالية، يعني تقدري ان انتي تجيبي كل حاجتك حبيبتي بالاسعار اللي انتي عايزاها وعلى قد فلوسك، وما تأزميش نفسك من المجمع الشامل. بناطيل سبورتس رجالي، ودي الفوط، والفوطة مش صغيرة، الفوطة كبيرة، هفردها لكم دلوقتي عشان تشوفوها. دي تعتبر نص بشكير مش فوطة صغيرة. والسجاد خامته تقيلة وحلوة، تقدر تجيبي لبنتك، تقدر تجيبي لبنت اختك، تقدري تجهزي. دي كلها الكولونات بتاعت الشتاء، ودي كلها شرابات الشتوي، يعني المجمع الشامل بيعرض اللبس الشتوي وصيفي. بل ممكن تيجي تلاقي دلوقتي في عروض على الشتوي رهيبة، يقولك ان القطعتين ب5.75. ده قسم المواليد قطقم البيبيهات. أربع جوانتات ب5 ريال بس، والشرابات اللي تحتها دي شرابات أطفالي. دي أكياس التكات، شكلها حلو جدا وألوانها مختلفة زي ما انتوا شايفين. كل الألوان موجودة علشان ذوقك حبيبتي، تختاري زي ما انت عايزة على حسب شكل اوضتك وشكل الملاية بتاعتك. تقدري تجددي في ملايتك بانك تشتري تكايات جداد الواحدة ب5.75. ودي سلوبتات اطفالي قطن 100%، في منها بناتي وفي منها اولادي. ودي سلوبت على هيئة فستان، شيك جدا جدا لبنوتك المولودة، على سورتيت وكوتشي صغير كده يبقى شيك جدا. ودي السلوبتات الاولادي لكم. ده كله قسم المواليد.
ايه التيشيرتات التحفة دي؟ التيشيرتين ب5.75، يعني التيشيرت عامل 2.5 ريال او 2.75 ريال، تحفة جدا وشيك جدا على بنطلون جينز طقم خروج ملوش حل، او على بنطلون بيتي يبقى برضه بيجامة ملهاش حل. الاتنين ب5.75، عاملين عروض جامدة جدا، الحقوا وعينوا لولادكوا الحاجة ببلاش. دي كلها اطقم داخلية رجالي، دي كروكسات اشكالها حلوة قوي مختلفة، الوانها كتيرة، اللي انت عايزاه هتلاقيه موجود في المجمع الشامل، وجميع المقاسات اللي تحبيها ليكي ولجوزك ولولادك. ارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.